بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع دروس هذه الوحدة الممتعة، وموضوعنا النهاردة هو تحديد مواضع أعداد على شعاع. يعني إيه الكلام ده؟ تعالوا ندخل في تفاصيل الدرس ونعرف إزاي إن إحنا نقدر نحدد أعداد على شعاع وأي شعاع. تعالوا نشوف إيه الكلام ده بالظبط. ده عبارة عن شعاع أفقي. الشعاع الأفقي ده ممكن نسميه كده مثلا واو سين كالآتي. ادي الشعاع ده بنحدد اسمه ايه، والشعاع ده ممكن يمتد يعني براحته بقى الى ما لا نهايه، لكن احنا بنحدد حته معينه عشان نشتغل فيها ونحدد عليها حاجات معينه احنا محتاجينها. الشعاع ده اسمه واو سين ومتقسم كالآتي: 1 2 3 أربعة خمسة وهكذا بقى. ودي طبعا عند الواو هنا بنبدأ من الصفر. ورحنا حددنا، حبينا نحدد مواضع معينة على هذا الشعاع. مثلا اخترنا 3 نقاط عاوزين نحددهم على طول هذا الشعاع، ولتكن مثلا هي النقاط ألف وب وجيم. وبدأنا نحدد مواضع هذه النقاط كالآتي: وقلنا آدي النقطة ألف هنا كده، وآدي النقطة ب، وآدي النقطة جيم. وحبينا بعد كده إن إحنا نقول عاوزين نحسب طول ألف ب وب جيم وألف جيم. اول حاجه بنعملها ان احنا بنقول ان النقاط اللي حددناها، ان احنا قلنا انه الف تمثل ايه، ان النقطه الف تمثل العدد 2، وان النقطه ب تمثل العدد 8، وان النقطه ج تمثل العدد كام، العدد 15. يبقى دي اول حاجه احنا عملناها، ان احنا بدانا نحدد مواضع نقاط على هذا الخط الأفقي، تمام؟ بناء على الترتيبة بتاعته بدأنا نحدد مواضع النقاط. الحاجة التانية بدأنا إن احنا نقدر نحسب أطوال قطع مستقيمة معينة، أو نقدر نحسب مسافات معينة على طول الخط ده، أو بناء على النقاط اللي احنا حددنا مقاديرها. فحبينا ان احنا نقول عاوزين نحسب طول القطعة ألف ب. طول القطعة ألف ب ده هيساوي ايه؟ كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنقول انه طول القطعة ألف ب بنلجأ للحاجات اللي هي بتمثلها، او بنلجأ للقيم اللي هي بتمثلها. يعني ايه؟ يعني طول، يعني النقطة ألف بتمثل العدد 2، والنقطة ب بتمثل العدد 8. يبقى طول ألف ب ما هو إلا ب ناقص ألف يساوي القيمة اللي بتمثلها ب ناقص القيمة اللي بيمثلها ألف. يعني إيه؟ يعني طول ألف ب هيساوي 8 ناقص 2 هيساوي 6. يبقى أنا أقدر أقول إن طول القطعة المستقيمة دي بيساوي 6. 6 إيه؟ 6 وحدات، اسمها كده. وبالمثل بقى لو حبيت احسب بقيه اطوال المسافات اللي عندي، يعني لو حبيت اقول طول المسافه اللي عندنا مثلا ب ج، تمام؟ طول المسافه ب ج، يلا انت بقى جاوب لي كده تتم ازاي. هنشوف النقطه اللي بتمثلها ب وهي 8، والنقطه اللي بتمثلها ج وهي 15، ونطرح قيمه كل منهم من بعضها عشان نحصل على طول المسافة ما بينهم. يعني هتبقى كام؟ يعني هتبقى 15 ناقص 8. 15 ناقص 8 هتساوي كام؟ طبعا هتساوي 7 وحدات. تساوي كام؟ 7 وحدات، وهي طول المسافة دي ما بين ايه؟ ما بين ب وما بين ج، او طول المسافة اللي هي بتمثل مين؟ بتمثل الجزء ده. طيب لو حبيت اقول بقى طول المسافة ألف جيم اللي هي دي، طول المسافة ألف جيم، طبعا خلاص بقى الموضوع سهل بقى. يبقى دي 15 ناقص
ألف بتمثل كام؟ بتمثل 2، يبقى 15 ناقص 2 هتساوي كام؟ هتساوي 13 وحدة. بس هو ده كده كل القصة وكل الموضوع، لو كان الشعاع بتاعنا ايه؟ لو كان الشعاع بتاعنا أفقي. وبالمثل هنتخيل ان احنا عندنا هذا الشعاع اللي هو واو سين، تمام؟ طبعا الواو عند الصفر، وبنبدأ بقى من هنا، 1 2 3 وهكذا بقى. وحبينا ان احنا نعمل زي الشعاع بتاع المرة اللي فاتت، ولكن هنا هنحدد فقط نقطتين وهما مثلا جيم ودال، تمام؟ بحيث ان جيم تمثل قيمة معينة ودال تمثل قيمة معينة، ونشوف هنقدر نحسب المسافة بينهم ولا لا. كالآتي، لو تخيلنا ان جيم بتمثل النقطة 2 وان دال بتمثل النقطة 7، تمام؟ وطلب مننا ان احنا نحسب طول المسافة واو دال وجيم دال. نعملها ازاي؟ اقول لك انا نعملها ازاي. لو حبينا نحسب طول كل من واو دال وطول جيم دال، اول خطوة نعملها ايه؟ زي ما احنا اتفقنا المرة اللي فاتت، بالظبط زي ما كنا بنتعامل مع الشعاع وهو افقي. اول حاجة نحدد كل منهم بتمثل كام، فهنقدر اول حاجة او اول خطوة نقول ان جيم بتمثل النقطة كام او بتمثل القيمة كام؟ 2، ودال تمثل القيمة كام؟ 7. طيب والواو بتمثل كام؟ معروفة طبعا، ده هي اول واحدة كانت عندنا بتمثل القيمة 0. تاني خطوة نقدر بقى نجيب القيم اللي احنا عاوزينها. اول حاجة طول المسافة ما بين واو واو دال اللي هي دي هتساوي كام؟ على طول بقى الدال قيمتها بكام؟ يعني كأني بقول لك عايز تحسب المسافة دي كده اللي هي دي، تمام؟ الجزء ده على طول الدال ب7 والواو طبعا ب0، يبقى تساوي 7 ناقص 0 يبقى هتساوي 7 وحدات. طيب وطول جيم دال هتساوي كام؟ على طول اهي كأني بقول لك احسب الجزء ده كده، الدال طبعا ب7. طيب والجيم قلنا ان هي بكام؟ ب2، يبقى 7 ناقص 2 هتساوي 5 وحدات، وهكذا. هي دي كل القصة اللي احنا بنقول عليها في موضوع تحديد مواضع اعداد على شعاع، سواء الشعاع ده كان افقي او رأسي. تعال بقى ناخد سؤال على هذا الدرس. تخيل كده ان الدرس ده انتهى بالفعل، يعني شفت درس سهل وبسيط جدا ولذيذ جدا ازاي، ولكن هنحتاجه بعد كده، لازم نكون فاهمينه كويس. السؤال هنا بيقول لك حدد مواضع النقاط ألف وب وجيم التي تمثل الأعداد 3 و9 و13 طبعا على الترتيب على الشعاع الأفقي واو سين اللي هو قدامنا ده كله، ثم وجد هذه الأطوال. عايز طول ألف ب وألف جيم وب جيم. حاول بقى تجاوب هذا السؤال مع نفسك بناء على اللي احنا اتعلمناه مع بعض. احنا اتعلمنا ازاي نحدد لو كان الشعاع افقي، وازاي نحدد لو كان الشعاع رأسي، وازاي ان احنا نوجد اطوال قطعة معينة على هذا الشعاع بناء على كل نقطة بتمثل العدد ايه. عرفنا ازاي ان احنا نحسبها بالظبط على الامثلة اللي احنا خدناها قبل كده. اعتقد الموضوع سهل جدا، يلا حاول مع نفسك تحله وبعت لنا الاجابة. خلص الدرس النهاردة، لو عندك اي سؤال لا تتردد لحظة ان انت تراسلنا. معنا فهم نتعلم ببساطة، والى اللقاء.